طيب درس النهاردة اللي هو short eye، اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ short eye. short eye يعني ايه short eye ده يا مستر؟ عارفين الكسرة يا شباب؟ عارفين الكسرة؟ هي دي بس بالانجلش. ما هي الاي بالانجلش بنقول عليها كسرة، والكسرة بالانجلش بنقول عليها اي. ايه الكلام ده؟ طب تعالى الاول انا وانت كده نراجع مع بعض على الالفابت دي الحروف. ها يلا قول معايا. ها بي دي اف جي كي ال ام ان بي ار S T V W Z C اللي بنطقها K H اللي بنطقها ها G اللي بنطقها جا Y بنطقها يا B عادي بنطقها B عادي. تمام؟ طيب حلو قوي. طيب تعالوا بقى ندخل على الحتة الجديدة بقى. جاهزة يا بسنت؟ طيب خليكم معايا. درس النهاردة اللي هو short eye يا شريف. short eye، ايه short eye ده يا عز؟ عارفين الكسرة؟ يعني مثلا عندي حرف ال حرف الايه؟ حرف الراء. عارفين حرف الراء؟ مثلا راء فتحة را حلو، مثلا را كسرة برضو را. أيوة كده ري اسمها إيه؟ ري 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 ري. أوكي هي دي الكسرة. تمام هي دي الكسرة بتاعتنا النهاردة اللي هو حرف إيه؟ حرف الاي. طب تعالى كده ما اقول لك على حاجه حلوه. ده اسمه ايه الحرف الاولاني ده؟ دي. برافو عليك يا ادم. دي والدي بعدها اي، الدي بعدها اي انطقها ايه عز؟ خلي بالك بص يا عز، يعني دي كسره دي دي اي دي دي كسره دي دي اي دي 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 دي. اوكي اوكي خد دي اسمها ايه؟ اف اي يعني اف كسره في ولا مفيش؟ في صح كده. طيب خد دي اسمها ايه دي؟ طيب اخد بسبوسه. اقري يا بسبوسه. ها جي جي. برافو عليك جي. جريت جوب. اكسلنت اكسلنت بسبوسه. تمام ممتازه. اوكي يلا يا ادم. ادم يا ادم. لي لي. لا ما تفخمهاش قولها لي. عارف عارف لي اللي كانت مع محي؟ ايوه محي الشرقاوي لي. هي دي كان اسمها لي. تمام اوكي ادم جريت جوب. طيب هروح لي شرشر. يلا يا شريف. مي مي ميت. برافو عليك اكسلنت شريف. برافو عليك يا بطل. هروح لي مصطفى. يلا يا مصطفى. مصطفى حضر معايا امبارح برضو. ها مفيش كلمه. مفيش كلمه ني. ايوه يا راجل ايوه كده. برافو عليك. تمام ممتاز يا مصطفى. جريت جوب اكسلنت. عز الدين ايبك. يلا يا عز. عزوز انت انت هو دوري الغفران. اهو اهو شايف دي؟ اسمها ايه؟ لي ري. برافو عليك ري. برافو عليك. طيب يلا يا نوران. برافو عليك يا عز الدين. يلا يا عمر. ها
سي سي برافو عليكي اكسلنت دكتور نوران ممتازه سي جريت جوب اكسلنت برافو عليكي طيب نور الدين يا نور يا نور انت معايا ولا مع الناس التانيين يا نور ها اسمها ايه دي نعم قولي يا قمر اقرا دي تي تي برافو عليك تي بتحب التي في الفيفتي طيب تعالى هروح لبسبوسه تاني يلا يا بسنت ها بي 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 برافو عليكي اكسلنت جريت جوب اكسلنت بسنت يلا يا محي محي يلا يا ادم ها كي كي برافو عليك اكسلنت برافو عليك يا ادم جريت جوب شرشر يا راجل ايوه كده ايوه كده برافو عليك يا شريف جريت جوب اوكي هروح لحته تانية هروح لمين هروح لنوران يلا يا نوران يلا يا عمر ها هي جريت جوب اكسلنت جريت جوب مصطفى يا مصطفى يا مصطفى ها جي جي جريت جوب اكسلنت يلا يا عز الدين عز الدين ايبك يلا يا عمر ها اكسر اكسرها ايوه كده وي برافو عليك ممتاز يا عز اكسلنت جريت جوب وي جريت جوب يا عز الدين برافو عليك طيب بتحبوا كيوي يا شباب طيب شوفوا هنا كي وي كي وي كي وي كي وي تحبوا كيوي كيوي اوكي يلا قولوها بقى ها يبقى هنا حرف الاي حرف الاي بنطقه زي الكسره تمام طيب هقولهم تاني وبسرعه دي مين دي في جي لي مي ني ري C T P key B he we gi okay اظن سهل دلوقتي صح سهل جدا حلو قوي تعال بقى نروح على الخطوه الثانيه الخطوه الايه الثانيه الخطوه الثالثه دي الثالثه دي بتعمل ايه بتزود حرف بتزود ايه حرف يعني مثلا شايفين دي كده بي بي حط لها تي بي ت بي ت بي ت بيت اسمها ايه بيت بي ت بي ت بيت 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 اوكي اسمها ايه بيت بيت ايوه عارفين بيت يعني ايه عارفين نواة الثمرة نواة مثلا عندك خوخة والبذرة اللي جواها بلاش نواة الثمرة دي اسمها بذرة عارفين بذرة هي اسمها بيت بيت يعني بذرة اوكي طيب تعالى هنا مين يقرا لي دي بس انت بيت يعني بذرة عشان انت النت كان فصل عندك بيت يعني بذرة اوكي يلا يا بسنت اقري لي الكلمة دي يا بسنت يلا يا بسنت بسرعة يا بسنت قولي يا بسنت بسرعة يا بسنت بسرعة يا بسنت بسرعة بن ايوه كده برافو عليك ممتازة كفاية بن 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 جريت جوب اكسلنت يلا يا ادم بيج بيج بي 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 ها بيج ايوه كده برافو عليك بيج جريت جوب طيب تعالى يا شريف شريف هي
تين. Excellent. كمان مرة. تين. Again. تين. لا ما تقولهاش فين. قولها بسرعة. ها. فين. ايوه كده يا راجل. ايوه كده. برافو عليك. فين. Great job. Excellent شريف. طيب هروح لعز الدين ايبك. يلا يا ايبك. خد دي. دي. ايوه دي. اهي. تاني. لب. لب. برافو عليك. بتحب اللب؟ لا. هو ده. اي لب. اي ما بتحبش اللب؟ يا نهار ابيض يا راجل ليه كده. ها طيب تعالى يا مصطفى. مصطفى رجل. رجل. انت بتقول رجل. رجل مين؟ اسمها ايه؟ ارجل. رجل. ايوه كده. ايوه برافو عليك. رج مش رجل. تمام ممتاز يا مصطفى. great job here. طيب مين اللي هيقولها؟ يلا يا نوران. نوران. يلا يا قمر. ها مس. اسمها ايه؟ مس. مس. برافو عليكي ممتازة. مس معناها لما واحد يفتقد واحد فيقول له مثلا I miss you. I miss you. او تيجي مثلا ايه اللي هي ايه مثلا اللي هي حاجة مثلا ما تيجي تقول missed call يعني مثلا فات واحد مثلا حاجة فاتته. اوكي miss مثلا ما تيجي تقول ايه I missed the train يعني انا افتقدت الايه الرحلة يعني رحلة سابتني ومشيت القطار يعني. اوكي طيب تعالوا هنا دي نور الدين. يلا يا نور. نعم الله ينعم عليك. قول لي دي. ها سام. اكسر. سام. اكسر. كسرة. كسرة. سي 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 سا. سي سين. ايوه كده سن. سن. اوكي great job. اوكي طيب هروح لي بسنت. يلا يا بسبوسة. رد. ريد. ايد. ايد ايه؟ ريد. ريد. ايوه كده يا سلام. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الطعامه دي؟ برافو عليكي. اكسلنت اكسلنت يا بسنت. جريت جوب. اوكي انذر وورد. يلا ادم. يا ادم. ادم. هيت. هيت. عارف يعني ايه هيت يا ادم؟ هيت. عارف يعني ايه هيت؟ يعني ها هيت. I'll hit you. هيت. هيت. يعني ايه هيت؟ يعني يضرب. هيت. هيت يعني يضرب. اوكي اوكي هيت يعني يضرب. اوكي طيب تعالوا هنا. شرشر. شريف. بيت. بسرعة يا شريف. بسرعة بسرعة بسرعة. قولها بسرعة. بيت. 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 أيوة برافو عليك. بيت. بيت. great job. excellent شريف. طيب هروح لي هروح لي عز الدين. عز. عز الدين أيبك. مين؟ انت رايح فين؟ خد. ها انت رحت مني فين؟ اي اسمع ايه؟ ليه. كمان مرة. ليه. نت. برافو عليك. اكسلنت. نت. نت. اوكي great job. اكسلنت. طيب هروح لي مصطفى. يلا يا مصطفى. مصطفى يا مصطفى. اهي كمان مرة. ست. ست. برافو عليك. اكسلنت مصطفى. great job. هروح لي نوران. يلا يا نوران. هنا هنا هنا. تن. تن. برافو عليك. اكسلنت. great job. تن.
10. Great job. Excellent, نوران. 10. طيب هروح لنور. يلا يا نور. نعم. الله ينعم عليك. يلا يا باشا. ها. اي 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 ليك ليك. والان دي راحت فين؟ انت اكلتها؟ إيك إنك. أيوة كده، أيوة كده. إنك إنك. برافو عليك. إنك. أوكي، آخر كلمة اسمها إيه الكلمة دي؟ قولي يا بسنت. ها؟ فيج. فيج. عارفين يعني إيه فيج؟ عارفة يعني إيه فيج؟ بتحب التين ولا مش بتحب التين؟ بحبه. طيب هاتي لي كيلو بقى. فيج يعني تين. اوكي. فيج يعني تين. اوكي. طيب تعالوا هنا يا شباب معايا كده، تعالوا نقرا الكلمات دي ونعرف معناها. شوف كده يلا اهي. اسمها ايه دي؟ ادم. يلا يا ادم. بن. تف على اللي قدامك يا ادم وانت بتقول البي. ايوه كده. تف على اللي... تف تاني. قول. ايوه كده يا راجل، ما تقولهاش ب... ايوه بن على طول كده. ها بن يعني ايه؟ عارف يعني ايه بن؟ دبوس. برافو عليك، حاسب بس لا يشكك. بن بن. برافو عليك. طيب اروح لشريف. يلا يا شريف. سي ست. يعني ايه ست؟ يقعد. يقعد. يقعد ولا يجلس؟ يجلس. لا يقعد. يا ست يعني يقعد مش يجلس. ولا يجلس برضو؟ مش هما الاثنين واحد؟ برافو عليك. ست يعني يجلس. طيب هروح لي عز الدين. عز. يلا يا عز. ايوه كده. يا سلام، ايه الجمال ده. برافو عليك، برافو عليك يا بطل. تن. عارف يعني ايه تن؟ عارف دي؟ هي دي. عارف العلبه دي؟ مش العلبه الكر... اللي ممكن يكون فيها فول، ممكن يكون فيها تونه، ممكن يكون فيها ايه؟ ممكن يكون فيها ايه؟ زيتون. زيتون. ايوه ممكن، صح، زيتون. او ممكن يكون فيها ملوخيه عادي. اوكي طيب هروح للي بعدها. واتس ذيس؟ نوران. يلا يا عمر. ها فين؟ فين. عارفه يعني ايه فين يا نوران؟ فين. فين يعني ايه؟ فين يعني زعنفه. عارفين عارفه الزعنفه؟ زي السمكه. ايمن كده، برافو عليكي. زعنفه بتاعت السمكه. برافو عليكي، ممتازه يا نوران. طيب هروح لمصطفى. يا مصطفى. يلا يا مصطفى. قول يا مصطفى. ها. بيت. بيت. برافو عليك، قلناها قبل كده. بيت يعني ايه يا مصطفى؟ البذرة. اوعى تنسى. بيت يعني بذرة. اوكي طيب هنا في كمان كلمة ايه؟ نور. يا نور. على نور. نعم. الله ينعم عليك. قولي يا عمر. ها. هات. هي 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 هي. هات. عارف لما بتيجي ده... ايوه كده يا راجل. ايوه كده، برافو عليك. هيت. هيت يعني يضرب. اوكي هيت يعني ايه؟ شوف الراجل هيضربك اهو. هيت هيت هيت. اوكي ابعد بس عن الشاشه شويه عشان ايه الراجل هيضربك. ايوه كده هيت. طيب واحده كمان. جات لي بسبوسه تاني، جات لي بسبوسه تاني، رجعت لها تاني. هتتدبسي فيه يا بسبوسه. بسنت. يلا يا بسنت. بوسي. راحت بوسي، الشبكه قطعت عندها. طيب ادم. يلا يا ادم، انت اللي هتجيبه بقى. ها. فج. يعني ايه فج يا ادم؟ فج يعني
بصل ده بصل يا راجل ده بصل ده بصل ده بصل رمان بتحب التين؟ لا طب هات لي كيلو بقى انا بحبه اوكي ده التين اوكي فيج 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 جمعها فيجز فيجز اوكي يلا كده احنا خلصنا اول ايه اول جزء الجزء الثاني اللي جاي هقارن بين ايه ازاي انطق كلمه فيها اي وفي نفس الوقت انطق كلمه فيها ايه وهل لما اغير الاي باي الكلمه معناها هيختلف الكلمه هيبقى معناها مختلف ايوه مختلف طبعا طيب تعالى ابعت لك لينك تاني عشان نكمل السيشن بتاعتنا عليه يلا الجزء الثاني هيبقى مفيد جدا 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 هبعت اللينك تدخل على طول جود باي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي هجيلك يا شريف تعالى في السيشن الثاني